16 تشرين الثاني يوم العالمي للتسامح. أعلنت الأمم المتحدة بسنة 1996 16 تشرين الثاني يوم عالمي للتسامح من خلال طرح لمبادئ عامة حول هالموضوع. شو بتعني هيدا الشيء وليش أعلنته؟ انطلقت الأمم المتحدة من قانون الداخلي يلي اتفقت عليه وموجوده كل الدول المنضمة لها، وكمان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي بيشجعوا وبيدعموا فكرة مسامحة الشعوب والأشخاص لبعضها. وحسب تفسير الأمم المتحدة، التسامح هو أنه احترام وتنوع وتعدد الثقافات بعالمنا كتعبير وعيش لإنسانيتنا، وبيساعد التسامح الأشخاص بالانفتاح على بعضهم البعض. مش بس هو واجب أخلاقي، كمان هو سياسي وقانوني. هو فضيلة بتساعد على نشر ثقافة السلام والحب محل الشر والحروب. وقبل سنة 1996 كانت الأمم المتحدة تحتفل بسنة التسامح مش بيوم عالمي، ومن سنة 1995 بتقدم اليونسكو كل سنة جائزة مادانجيت سينغ للتسامح، وكل سنة بتحصل عليها منظمات أو أشخاص بيشتغلوا على مبدأ حل النزاعات والخلافات بين الشعوب والدول. إلى اللقاء بحلقة جديدة وموضوع عالم جديد.